المصانع، أنا الحضارة، أنا التاريخ، أنا الآثار. العرض بيتكلم عن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، يعني ان احنا كلنا ايد واحدة، كلنا اخوة، بنحارب التطرف، بنحارب الارهاب، بنحارب داعش، فلازم يبقى في اتحاد بيننا ما بين بعض وما حدش يقدر يفرقنا. حاليا كل المسرح كله شغال على الحاجات دي، ان بنوصل رسالة للناس وللجمهور وللعالم كله ان المسيحيين والاسلام ايد واحدة. الواحد يتولد كده طلع لقي جاره المسيحي، يعني كأنه متربي معاه، بناكل مع بعض، بنشارك بعض في الأفراح والأحزان، ويد واحدة، وإحنا بنظهر للناس يعني إن الإسلام والمسيحيين إيد واحدة، وطن واحد ونسيج واحد. بس فيعني فريت يعني الشعب كله يحارب الإرهاب ويحارب أي فكر متطرف يحاول يهدم البلد دي. عملت دور ميلاد اللي هو مسيحي، أنا طبعا ضد التطرف وضد داعش وضد كل أي حد بيهدم مصر، تمام، وعملت الدور ده رغم ان انا مش لازم اعمل الدور ده لان انا مسلم، بس انا عملت الدور ده لان ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا واحد. الوحده الوطنيه دي احنا عايشين فيها كل يوم، ما بنسمعش في الاقصر عن حد بيضرب حد وبيعمل الكلام ده كله، احنا عايشين في بيوت بعض، فبالتالي الاسكتش ده بنعمله كل يوم مع بعض، يعني انا كل يوم لازم يكون حد مسيحي يقعد معايا وانا اقعد معاه، وبالتالي كل الفرقه بتاعتنا مسيحيين على مسلمين، ما فيش عندنا الكلام ده ابدا.